الصغار كناخذوا الاقامه ديال الحوت من عند العطار ديال الحوت. حنايا ملي كنجيو كنضيفوا عليها الثومه كنحكوها والربيع كنرقدوا صغار تقريبا 3 سوايع 4 سوايع في الاقامه ديال الحوت. كنزيدوا ليها شويه تاع ديال زيت العود وتنديروا هاد المقادير اللي كتشوفوها بالصلاة والفلفلة حارة وكاين الخيزو كنسلقوه واحد شوية سلق واحد شوية مش كيسلق ومن بعد كنفرشوه هكا تفرشو مع الطريقة هادي الطريقة كنشدو الصغار اللي كان مرقد كنتبدلو ليه هكا كنتبع الطريقة هادي نحاول ندورو بيك نديرو سوا فوق مطيشة فوق كلشي هاد الإقامة اللي شارط لينا كل وحدة على قبالة وحدة هكا ومن بعد كنديوه كنحطوه فوق العافية اللي هي كما كتشوفوا كبيره غير قليله ماشي كثير العافيه ايوا نتسناو ان شاء الله طيب ديالو نلقاو من بعد ساعه ولا ساعتين ان شاء الله ونشوفوا داكشي كيف غادي يكون بسم الله ها هو طاب تبارك الله بارك الله بالصحه والراحه الله بالصحه جميع نتمنى هذا الطاجين يعجب المشاهدين صحه والراحه كرام بالصحه والراحه وإن شاء الله نعاودوا نديروا الجديد إلى عجبكم قولوا لي الخطره الماجيه ان شاء الله اش غادي ندير ان شاء الله صحه وراحه صحه وراحه